بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبيبنا، موضوع هذا الفيديو عن خل الزنجبيل الطبيعي، فوائده للوقاية والعلاج، وما هي طريقة عمل خل الزنجبيل. الخل الطبيعي بكل أنواعه من المواد الغذائية الغنية بكميات هائلة من الفوائد، ويدخل في إعداد الكثير من الأطباق، لعل أبرزها أطباق السلطات، ويستخدم أيضا في تتبيل الدجاج واللحم والسمك، فيضيف عليها نكهة خاصة ورائعة. وحديثنا اليوم هو عن خل الزنجبيل، حيث يعد خل الزنجبيل الطبيعي أحد أنواع الخل، ولكنه غير مشهور بما يكفي بين الناس، ويتميز بنكهته اللذيذة والجذابة. كما أن خل الزنجبيل منجم من الفوائد في العديد من مجالات الحياة، ويمكن تحضيره بصورة طبيعية في المنزل وبطريقة سهلة وبسيطة، طبعا سنتعرف عليها. فما هي فوائد خل الزنجبيل؟ لخل الزنجبيل كم هائل من الفوائد، وهي: يساعد في تقوية الذاكرة، وينمي من قدرات الحفظ عن طريق تناول ملعقة صغيرة كل صباح، ويمكن خلط هذه الملعقة بالعسل ومسحوق الحبة السوداء ومنقوع لبان الذكر. أيضا يخفف من ألم الصداع ونوبات الشقيقة بدهن المنطقة المصابة به، ويمكن خلطه بزيت الزيتون بكميات متساوية، يعني معلقة خل ومعلقة زيت زيتون. وأما تناول ملعقة صغيرة من العسل المضاف إليه خل الزنجبيل، طبعا كمان ملعقة في ملعقة، وملعقة صغيرة من مسحوق الكراوية أو الكروية والزعتر والنعناع، طبعا مسحوق ناعم، وهذه المواد يجب أن تكون مطحونة جميعا، فإنه يهدئ الأعصاب ويخفف القلق والأرق، وأيضا يعمل كمضاد حيوي يطهر القصبة الهوائية والحنجرة، ويعالج التوتر العصبي وينعش الجسم، أيضا طارد للبلغم والزكام والتهاب اللوزتين، ومعالج فعال للإمساك وعسر الهضم، أيضا يخلص من صفرة الوجه، أيضا يرفع درجة حرارة الجسم ويقاوم أمراض الشتاء، أيضا علاج فعال للتبلد الذهني. وأما تناول كوب من عصير الجزر المضاف إليه ملعقة من الزنجبيل المبروش بشكل يومي، فإنه يعالج العشاء الليلي وغباش العيون، مع الحرص على تمرير قطعة مبلولة بشراب العسل على العيون. أيضا يعالج الدوخة والشعور بالدوار إذا استخدم خل الزنجبيل مع خليط من سكر النبات المطحون والنشاء. أيضا يساعد في التغلب على بحة الصوت، وذلك بعجن خل الزنجبيل مع النعناع وزيت الزيتون وتدهن به الحنجرة. أيضا يعمل على تقوية الجسم ويرفع من قوة جهاز المناعة من خلال تناول خل الزنجبيل المحلى بالعسل. أيضا تناول كوب من الماء مغلي ومضاف إليه ملعقة من خل الزنجبيل، طبعا لما يدفئ الماء، وملعقة من الكمون، يساعد في علاج القولون العصبي. وعند تناول خل الزنجبيل كنوع من التوابل على السمك مثلا، فإنه يمنع العطش، طبعا معروف أن تناول السمك يؤدي إلى العطش. والآن ما هي طريقة عمل خل الزنجبيل؟ حتى نعمل خل الزنجبيل في البيت، اهرس الكمية التي تحتاجينها من الزنجبيل الطازج كما يهرس الثوم أو بخلاط كهربائي، ثم أضيفي ملعقة طعام من أي نوع من أنواع الخل الطبيعي لكل 100 جرام من الزنجبيل، يعني كل 100 جرام من الزنجبيل نضيف له ملعقة من خل طبيعي موجود عندنا في البيت. يوضع الخليط في وعاء زجاجي ويغمر جيدا بالماء المقطر الخالي من الشوائب، ويغطى بقطعة من القماش ولتكن قماش قطني، ثم احفظ الزنجبيل بشكل جيد واتركيه لمدة شهر إلى شهر ونصف، 6 أسابيع تقريبا، طبعا حسب سرعة التخمر، ويقلب الخليط يوميا إذا أمكن للمساعدة في عملية التخمر، ثم يصفى بعد إتمام عملية التخمر بقطعة قماش قطنية
أو بمنخل بلاستيكي وليس بمنخل معدني، لأن المعادن تتفاعل مع الخل، ويعبأ بوعاء زجاجي ويحفظ بالثلاجة للاستعمال. حبايبنا، ننتظر رأيكم وتعليقكم على هذا الموضوع. للاستفسار والمقترحات وأي سؤال يمكن وضعه في تعليق أسفل الفيديو وسنجيب عليه إن شاء الله. بنشكركم جميعا مشتركين وزوار على تفاعلكم وثقتكم بنا. بنرحب بزوارنا الجدد اللي عم يشوفونا أول مرة. إن أعجبتكم القناة وبتحبوا تتابعونا، الضغط على زر الاشتراك وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. كما عودناكم دائما بالجديد والمفيد بإذن الله. دمتم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.